حقيقي كده وحشتوني جدا، حقيقي جدا كنت بستمتع يوميا وانا مع حضراتكم، حاسس كده انه هو بيتي وانتم دايما كنتوا شركاء نجاح. لو كنا حققنا بعض النجاح او بعض التقدم في مستوانا الشخصي ومستوانا المهني ومستوانا مع زمايلنا في الفتره او في السنه اللي فاتت، وده كان بسبب حضراتكم، مشاركات حضراتكم، اراء حضراتكم اللي كلها الحمد لله او معظمها كانت ايجابيه. حاولنا على مدار عام فات اننا نقدم لحضراتكم ماده اعلاميه صحيحه وحقيقيه ومفيده الى حد كبير، ده كان هدفنا، وده كان بصراحة شديدة اجتماعاتنا مع فريق الإعداد وفريق العمل طول الوقت، إحنا إزاي نطلع نقول حاجة شيقة وممتعة دون مشاكل ودون أزمات ودون بين قوسين كده قصف جبهات ودون إنك تتصيد لشخص وتتصيد لجهة دون أن نفتعل أي مشاكل. حضرتك كان يهمك بداية ونهاية إنك تسمع كورة، تسمع رياضة، تسمع حاجة مفيدة، وده اللي حاولنا نجتهد وسعينا فيه. طيب،